mala mia bella, tia non me interessa. No male riusci a rivederci, non me interessa. Ma mala mia bella, tia non me interessa. No male riusci a rivederci, non me interessa. Si asma avec ochadersi nisci qui zilesi. نعم طيباتي ماما هذا هو السيد اللي هضرت لك عليه. مرحبا. مرحبا سيد. المهم راه وقيلا شرحت لك شيء شنو واقع ومن راه بغيت على سنه الله ورسوله وهادشي اللي جيت بغيت نهضر معاك. مرحبا سيدي، ولكن اسم شيماء ما شرحتش ليا كلشي، شرح ليا انت اللي بغيت نسمع من ولدك، من فمك لودني. يوما لا لا، اللي نطولو نقصرو ماشي مشكل، الحاجة اللي ما فهمتيهاش نفهمها لك، انتي سولي وانا نجاوب. انا هاد البنت هادي قالت لك متفقين، بغيت نعرف هاد الاتفاقية من انتوما متفقين، بغيت نعرف انا عاد الاتفاقية كيفاش متفقين وعاد غدخلوني انا، قولي لا لا. لا ماما ماشي متفقين، صافي هو السيد قال لك سوليه هو غادي يجاوبك على كاع داكشي اللي باغا تعرف. انا غنسولو. قولي يا سيدي، قالت لي بلي راك مجوج. هو كنظن بلي هادشي راه واقيلا عادي. والله سبحانه وتعالى حل لينا حنا نتزوجوا حتى بربعة العيالات، ما كاينش مشكل. وزيدوا انا راه بغيتها غير المرة الثانية، ما عنديش الثالثة والرابعة. اييه مرحبا، ما قلنا حتى شي كلمة ديال العيب، ولكن بغيت نعرف هذا الزواج هذا واش غادي تقد بها ولا لا؟ اش غادي نقول لك؟ انا عندي واحد المحل ديالي كنخدم بيع وشري فيه، المهم قاتل مع الزمان وصافي. وراه هادشي كامل راه فاهم فيه انا وشيماء. هي راه عارفه كلشي. لا خلي ديك المساله ديال شيماء متفقين، انت جاي ملي نتوما متفقين ما تدخلونيش انا، جا تقول لي انا متفقين، ما تسمعش هاد الكلمه ديال الاتفاق. سكتي خليني نهضر معاه. هاد القضيه ديال متفقين انا ما كنحملهاش. جاي عندي انا اللي كنعرف مصلحه بنتي. بنتي ما عارفه والو. لا حول ولا قوه الا بالله. سمعنا الحاج شنو قول. سمع نقول لك انت بنتي غتقدر دير لها ضرب وحده؟ ماما راه متفقين غادي يكري ليا. خليني نهضر. واش غتقدر دير لها ضرب وحده؟ اخرى غادي نكري ليها ومصروفه واي حاجه خصها الباسه حوايجها ماكلاتها شرابها كلشي غادي نهزها. اسمع نقول لك ثاني حاجه بنتي ما غتخدمش؟ ما غاداش تخدم اصلا، ما هضرتش معاها في هادشي. مؤخر الصداقه شنو غدير؟ ماما تفايلي علينا من الطلاق من دابا. لا هادشي ما فيش مؤخر الصداق كاين، انا ما كنهضرش على الطلاق كاع ما تفارقوش. انا كنشوف السيد ملي جاي داخل من البيت يهضر معايا، يهضر معايا هضرة الرجال. اول حاجه خصك تفهم واحد القضيه هو مؤخر الصداق علاش ما غاديش نديرو، حيت ما غاديش نتكاتب انا وياها عند العدول. شوف اسيدي حنا عندنا البنات وعندنا بنات العائله، ما كاينش حضرتني في الزواج، ما كاينش مؤخر الصداق. مؤخر الصداق كاين، بنتي ما تبقاش خدامه، تجيب لي الموافقه ديال المراه عندك. راه هذيك الموافقه هي فاش بقات. ايه وشنو غدير؟ غنتوج باب الفاتحه. ويلي ماما بما قد الامور ديالك هادي ثاني قال لي لا ما الا ما قدك فيه نزيدوك فيلا. هادي ما قلتيهاش ليا، تكلمت قال لي متفقين. وعلاش جدود حنا بس تزوجوا؟ وخويا جدودك حنا ماشي في جدودك دابا. الا كانت خويا واش ضمني انايا اللي غدا وتغدا تتروحها وتجيبها ليا؟ الا كانت النيه راه كاين كلشي. ها ماما غير تهدنا ماما. ورا هاد النيه في كاينه ماما، جينا حنا نتفقوا تديها غدا وتجيبها ليا بجوج الاولاد ولا ثلاثه وتقول لي هاكي شديها امانتك راني جبتها لك ولا شنو؟ ما نديروش ماما الاولاد. حاجه كيبان لك عليا واش من قبيله غوت معاك ولا قلت لك شي كلمه خايبه ديال العيب؟ انا ما كنغوتش معاك، انا هضرت معاك في الصح. وراه انا هضرت معاك عادي. ها؟ حيت الساعه كنهضر معاك عادي. ايه هضر معايا عادي، انا كنهضر معاك عادية. راه حيت داكشي اللي قلتي ماشي من طيقي. واش بان لك انا نمشي ولد الناس؟ اسمع نقول لك. شي واحد اللي خدم. تبغي خصك تمشي بالفاتحه؟ ماما شوف تبغي خصك تمشي بالفاتحه؟ ماما غير سمعيني، غير سمعينا ماما. ماما سمعيني. انا كنهضر لك. ماك ما ختي ما تصف بالفاتحه. ماما غير سمعيني انا غادي نمشي. شوفي خليني نهضر معاك. انا نمشي لوجه السيري ديال اسير غير تافخو ودوب شويه ولكن هضره ما قلتيش لي على الفاتحه. ماما ابي ما عطاها لنا المحكمه الموافقه ونديرو العرس. يا خصي السيري توافق لي مرتو وتعطي لي المحكمه ويجي ياخذك. انا قلت لا. المهم انا نمشي نشوف اسماء راه تعطلات. شوفي ماما عافاك وصلوا لشي قرار. واتمشي ما تراجعي. لكن كنتي عندك طيحي لي يد في الاخر.
تبارك الله علينا الغزالة ما كتمرقيش. حنا كنتسناو فيك الطايبين اسي السيد كيتسناو شي ما كتصنتش واش ما بغاش حد منك القريبة. سيري طيحتي الدرع العيالات باغا تشمها بالفاتيحة. ايوا حنا نشوفو لولا انت شنو غادي ديري اخرتك حتى راجل مزوج ما يشوف فيك. وانت اخرتك غادي لوحك بالزلاقة وغاتشربي. واش طايبي اسي تبارك كتصنتي تما. شوف نقول لك انا رانا واحد القضية انا مني مرا مني راجل. عندك تحقرني. ما حقرناكش. عندك تقول ما عندهاش رجالة. عندها خوالها وعندها خوتها وعندها اللي وقف معاها. ما باش تجي تايا من الاخر تضحك عليا وتقول لي حقا مراتك داير لها دارها وبولادها وبارك مصنصه العظام وتجي بنتي تضحك عليها بالفاتحه. هاد الفاتحه فين بقات هاد الفاتحه؟ يا شوف تشوف نديرو الكاغوط وشوف تشوف. يا لالا بغيتي نسكنها هي في ديك الدار اللي فيها المراه الاولى والمراه الاولى دار كريله ما عنديش مشكل. بنتي ملي تاخذها سكنها في البيتي خلا وجدها حتى وياها. حاجه وحده اللي كنطلب منك دير لي نهار بنتي بعرسها بكل شيء ليها اولا راه ما كنعرفهاش وكاد. اسمعني الحاج راه العرس غنديرو اي حاجه بغيتو غنديروها غير الكاغط. صبروا معايا شويه ما نتفاهمش معاك قد هك. صبري شويه غير صبري واحد شويه ما خديت الموافقه ديالك. سمعني نقول لك انا ما صيفطتش بنتي بلا كاغط. انا بنتي ماشي في فاز الزواج. اسمح لي انا بنتي باقا صغيره واش ضمني فيك انا يلاه شفتك دابا جوج دقائق واش ضمني فيك اخويا غتكون معقول. خليك حتى تفكري مع راسك وترتاحي ومن بعد نجي عندك ونعاود نشوف. دير قرار في راسك انا نفكر شحال هادي. واش غادي نقول لك انا بنتك راه بغات. ما عندي ما نزيد معاك حتى في هضره. انت جاي باغي تضحك عليا وتضحك على بنتي. بنتي تضحك على امانه ما تضحكش عليا. صافي بقات هضره معاكم تبارك الله. لا عفوا. ايوا تبارك الله. دري ادق قلبي مش البروشه كيفاش خرجت لي من الجن. امك جريت عليا. امك ما بغاتنيش. واش انا جبتك باش تفاهم معاها ولا جبتك باش تمشي؟ الا كنتي كتبغيني غادي تضحي. الا كنتي تبغي تتزوجي بيا غادي تضحي. حيت الحب كيحتاج ضحيات. وزايدون هذيك امك راه ما باغاش الخير لا هي لا اختك. انت شوف الله داك السر اجي غنهضروا وديك الساعه نتهضر. دابا بغيت نسمع منك جوج كلمات. جوج كلمات غنسمعهم وغنمشي بحال هادشي بحال الباب باقي محلول. واش باغا تزوجي بيا؟ قابله على داكشي اللي قلت لك؟ قابله على كل شيء. تنسي حوايجك كتبعين. شوف والله حتى انا باغاك ونصبر معاك على اي حاجه واخا تسكني حتى مع مرتك ولكن شوف غير اسي اسمع ماما شوف دير لها خاطره راه هي ضريفه والله. شوفي امك بغاتك غير تبقي خدامه وتجيبي الفلوس وتعطيها. بغات دوك الريالات كامل اللي عندك طبهم لك منين تسالي توصلي بواحد 30 عام ولا 40 عام تلقاي ربي كريم. شوف اش غادي نقول لك الا انت بصح كنتي باغاني وبغيتي تزوجي بيا وبغيتي تعيشي معايا كما قلتي غتجمعي حويجاتك وغتمشي معايا عند الفقير غادي نتزوجو بالفاتحه وهذيك الساعه تكبر الماء على كرشها. اما هما راه ما باغينش الخير. شوفي ها غادي نعاودها اخر مره. بغيتي تمشي معايا مرحبا ما بغيتيش خليني نشوف شي بنت الناس. واش حماقيتي ولا ما كنتش بغيتي ندير شي حاجه في راسي علاش كديني بحال هكذا يا علاش عرفني انا باغاك وانا غادي نضحي معاك انا نخلي عائلتي ونمشي معاك. يا اكسيري لا جمعي حويجاتك راك عارفه اللي فين تيكون. انت شوف صافي سالينا ماما عفور ماما شنو درتي ماما؟ لا علاش جريتيني على الراجل؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ علاش كتدخلني في حياتي علاش؟ وين انا شيطان بنيس؟ شوفي ماما بلا ما تعصبيني وانا مريضه ماما شوف بغيتيني نموت واش تي صوبك وانا سمعني عليك بنيسي راني باغا حيد عليا يدك ما تخربش ليا. انت ماشي ام انت ماشي ام ماما ماشي ام كون كنتي ام غادي تفكرني في مصلحتي انا. انت غادي غير بالفلوس شوفي حاسك دايره يا بنيسي راه كنقلب على البلاصه اللي تمشي فيها وما سوق انا بغيتو انا كنبغيها ماما انا كنبغيها شتي ما كتقدريش الواحد ولكن بنيسي غادي يضحك عليا ماما خليه يضحك عليا اش قال هو راه راجل هو باش باش بحال بابا حيت بابا ضحك عليك عند بنتي انا راجل غادي يضحك عليا انا ما غاديش نجبدو بعيد منك كنهضر معاك انا باش نضحك دي مخربتك وباقا صغيره. لا 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 في عمري 27 عام كتسمعني باقا صغيره. لا البنات كيعايروا لي بايره بايره انا ماما ما كنهضرش. كيضحكوا عليك كيضحكوا عليك غادي تدر في بنيتي غتندمي سمحي غير مصلحتك نقول لك جوج كلمات يا غادي توافق عليا ولا غادي نهز حوايج وغادي نتبع راجلي. ويلي 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 خلينا نبدا العائله. علاش نقولوا العائله؟ علاش نقولوا البنت فلانه هزت وجه مشات عند راجل سمعي وقسما بالله والله العظيم وماما مشيت طلبتي منه السماحه اللي قلت لك في الدار هذه قسما بالله والله ما يبارك لي في الدار ماما. يا بني سمع لي الشيطان صافي الشيطان هو بنادم هو الشيطان اللي كدير لي بحال ما هكايا صافي
بلي الدري خرجت عينيه صافي وليت باغا تشعد الراجل ويلي يا ولي بلي ما نسلكهاش ويلي دابا ماما علاش كتبكي وصافي ماما خليها الا بغات تزوج تزوج واش حنا سوقنا فيها صافي ماما هي باغاه خليها تمشي معاه وزيدون انا معاك غنخدم كلشي و جاب لي واحد مجوج اللي لك نسكي راسي عليها وماما هي بغات تزوج بهذاك اللي مزوج غنديروا لها حنا حط راسي عليها ومكبر قلبي وكلشي نقول بنتي 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 المحصنة دخلت لي واحد بولادو وزايد من هادشي كله قالت لك حق يتخدم عليه شحال تمنيت في هذيك البنت شحال تمنيت فيها مابقاش كتحشم تسيفات ومن فوق هادشي كامل بغات تزوج بيه بالفاتحه صافي ماما بلا ما تقلقي خليها ماما بغات تزوج خليها تزوج خليها تحمل مسؤوليتها ديك الساعه ملي تخرج من الدار واش بغيت ترجع لها ويلوحها في الزنقه ما نرجعوهاش خليها تتشرب اي غندوز انا فين غترجع ملي دار لها بنت ولا ولدت بدا راجعه قالت لك حقا باغا تجوج كيسحب لها راسها يبقى يطلق على هذاك السكوبي ديالو حقا انا كنبغيك انا ندير معاك انا ندخلوا للجنه بجوج تلقاها نية تلقاها نية غيضحك عليها غادي يدير لها بنت ولا ولد ويصيفطها عندي صافي ماما دابا بنات تبقاي تبكي خليها تحمل مسؤوليتها خليها تمشي الله يعاونها انا نخدم عليك وكلشي انا دابا شديت الباك ونكمل قرايتي ديال العام وغنمشي نخدم ونصرف عليك وكلشي ما تكدي لها حتى شي حاجه كنت ماكي بنتي وقال انت اللي غنلقى فيك الخير عسيري ظلمتك ودرت راسي فيها صافي ماما دابا بلا ما تقلقيني عسي وارتاحي انا غنمشي نصايب لك واحد الكاس ديال لويزا ونجيبوه شوف صافي انا راني خديت القرار ديالي لا صافي ما نقدرش انا نعيش مع هاد الناس هادو لا لا شوف قولي غير الوقت اللي تكون تخرج منه من الخدمه وجي دوز لعندي حدا دارنا وديني صافي ماشي مشكل نتزوجوا بالفاتحه عتا شو لو دايرين ليا تم البعلوكه الصغيره ولات كتحل فيا فمها لا لا صافي اصلا انت ديك المره قلتي بلي اللي كيبغي الواحد كيضحي معاه انا غادي نضحي معاك صافي والله ما نبرك معاهم صافي بسلامه المهم شوف راه كنصوري لك ما كتجاوبنيش يلا بسلامه مو بيناتنا الميساجات باقا قلت نخصي باقا نطيح الدل على راسك ما تسوقك فيه سير بحالك حسن ليك طيحت الدل وباغا تمشي عندو بالفاتحه ولا ضحك عليك ولا حك في الزنقه اش غديري ديك الساعه واش دير في البوله 90 دخل سوق راسك انا علبتك دخل سوق راسك البعلوك سير الداخل في قرايتك دخل سوق راسك دابا واش مكتوب اخرك اش غادي ديري نسحبوك زعماك بالصاعد داك العقل ما درنا ماما كتجي منك على والو خرجي لا من الجم دابا اسقط لها الله يعطيك شي مصيبه زيد تاكل تاكل لا لا حسي بالك درت شي حاجه ديال الحرام راه غادي نمشي عند راجلي بالفاتحه امام الله وامام الشهود امام الله وامام الشهود حتى ما نكونش عارفه سير دابا نلبقها معاك وداك الماكله تاكلي فيها السم ما بغيتهاش تبرك فيا وديك بنتها الساعة تولي تندم وتطلب فيا بنادم الا ما حكيتيش ما شوف حيد وانا خلاص ما
بغيتي؟ بغيت تمشي عندهم؟ بغنمشي عندهم مصمم. مصمم صافي صافي. صافي راه النهائي ديالك. سمعي نقول واحد جوج الناس الا خرجتي معاك الباب عرفيني ما عرفك انا ساقطه على خرجتي. يلاه خرجي بغيتي تخرج مسخوطه هاي بنتك الضيعه ما عندي من دابا انا بغيتي. يلاه سيري عندك سمي جيني تلقى عليا. شوفي اختي الفراش كي دايرو ويلي بلي كيحمق ويلي الكادوات والذهب والبيجامات اللي كيجيب لي كيدايرين اختي مبرعني والله احسن من العيشه في الدار. ايوا يلا زي يلا سيري بسلام عليك. المهم باش ما كان بيناتنا التليفون وباش تجي ها هو راج ديجا. يلا سيري سيري بسلام بسلام. الله على السلامة سيدي. كنا بقيت وكملتي شهر كامل غايب عليا. ومالي فين كنت؟ سيمانة كاملة ما بنتيش حتى التليفون الاخر ما كديروش ليا. انت هنايا جبتيني باش خليني راسي كي راه كنتي غير مع وليداتي بارك معاها. ايوا سيدي راه ولات عندك المرة الثانية راني وليت مرتك دابا. حنا ما قلناش لك راه كنتي هي مراتي. ايوا وليداتي تا هما راه خاصني نشوفهم ونبرك معاهم شوية ونعرف شنو خاصهم اولا لا. بصح ماشي مشكل. ايوا قولي شنو جبتي ليا؟ هو الصراحه ما جبتش والو الا بغيت نخرج نتقدى انا وياك حيت غادي يجيو عندي شي صحابي وبغيتك توجدي لي ميا. انا ما داويش على التقاديه. ومالكاش بغيتي شي حاجه احسن من هادي؟ دارك بوحدك ترونكيل مع راسك ما كاين لا مشاكل لا صداع لا حتى شي حاجه. واش بغيتي شي حاجه اكثر من هادشي؟ الدعوة انك دير ليا دار بيجاما الاخرى جايبها من دارنا. فين هو الكادوات وداكشي كامل اللي كنتي كتقول ليا؟ ما درتي ليا ذهب ما درتي ليا حتى شي نقره يا الاخرى ما قدرتي تشريها ليا. والدعوة في الدار كتخلي نلبس فيها غير راسي وتمشي عند مرتك ولادك. شنو هو كبيني انت وقع لك الدوخ عليا؟ لا راه مراتي الاولى اللي كنت مزوج بها في الاول كاع ما كانت كطلب هادشي اللي كطالب انتيا وبارك راه وقيله تسترجيك بزاف. مرة الاولى المرة الثانية صافي الانسان ما كيبقاش ديما ديما ديما. صافي صافي اسمح لي صافي انا ما بغيتش انا نقلقك ولكن راني باقا يلا عروسة جديدة. عروسة جديدة دابا بلا ما تبقى تنسي لي الموضوع. راه قلت لك جايين عندي صحابي وغنجيبهم انا هنا ياكلوا هنا ويشربوا هنايا. واش عارفني انا دايرة الزيف وباغي تجيب صحابك هنا؟ ومالك شنو ندي مع بناتي انا الليل؟ والله ما يجيو هنا الدار خاوان ندي ملي كاين بناتي. بصح شاني الدار على بناتك انا ما عليش. كيفاش مالكش هاد مالك؟ معززة مكرمة وعايشة بخير اش بغيتي؟ حسن لك من لالياتك. صافي واخا صافي انا ما كنبغيش نقلقك والله راه كلمتك هي الكبيرة. صافي انا غادي نوض نخمم الدار ونشقى ونوجد لك الغدا تا وصحابك هكاك الله يرضي عليك. صافي انا اهم حاجة هي تكون راضي عليا. والله هي اهم حاجة عندي في الدنيا هي راجلي العزيز يكون راضي عليا. هاكا ما تبقاش تقارني راسك مع مراتي الاولى. مراتي الاولى راك عارفة وانت راك عارفة كيفاش تزوجت بك يعني لا داعي لك تبقى تقارني بينك وبينها. صافي واخا سيدي مرتك الاولى هي المهمة وهي اللي كتبغيها وهي اللي فوق من الراس انا ماشي مشكل. يلا نوضي لبسي حوايجك ويلا مشي على داك الصوت قد. واخا سيدي انا غادة غادة جهنم. واش تبقى كتبكي؟ دابا علاش كتبكي؟ علاش؟ بكي على بنتي. وماما شوفي هي مشات وعاشت حياتها ونساتنا. صافي ماما نسيها تانتيا عافاك ماما ما تبقيش مرضي في راسك بحال ما هكا. ولي بنتي كون مكرفصة عيطي لي عليها وسولي لي عليها فاش هدا بنتي. وماما راه ملي كنعيطو لها عاد ما كنزيدو ندسروها. ماما خليها خليها تتعرف بحق الزمان ونهار اللي سالي منها ويلوحها راه غادا تجي تدق في الباب. خليها فين غتجي؟
ملي لوحه ماما راك وليتي كتخلعيني كل مره كدي تسرعدي غير بوحدك في الليل وليل كامل ما نعسي. مريضه 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 على بنتي، عيطي لخصك عيطي عليها وشوفي فين شاده. قول لها مرت امك راه مريضه 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 سير زبوز. صافا ماما غنعيط لها غنعيط لها كوني هاني دابا انت بلا ما تبقاي تمرضي في راسك بحال هكا راه غيسكت لك القلب. يا بنتي صافا ماما سكتي انا غنعيط لها. قندصر فيها ماما وهي اصلا كاع ما مسوقه لينا. ماما ما كتجاوبش. صافي ماما الله يرضي عليك وانت شتي قدامك حنا عيطنا ليها كنزوقوا فرا بقى لنا رجلين بوسملا. ماما صافي نسيها نسيها راه ديك الزهره اللي كنتي مدصراها راه هي اللي وصلتها هاك. ماما راه انا غنهزك وما نخليها ما ندير على قبلك واخا كنتي كتفضلي عليا ماشي مشكل انا غنهزك ما تبقيش دايره في راسك هاد الحال. صافي انا غادي نصايب لك شي حاجه تاكليها و صافي والو ما كدس على حاجه. ايوا انا غنصيفط بنتي 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 صافي سكشي انا غادي نصيفط لها اوديوات. صافي واخا انا نوض الكوزينه ونجيب لك شي حاجه ونصيفط لها اوديوات. علاش مصيفطه ليا فوكال؟ شيماء فينك اصاحبتي؟ اجي شوفي ماما راها مريضه بزاف. واش نتي لحماقيتي؟ راه ماما غادي تموت الصيحه ويلا ما وقعت لها شي حاجه والله ما تبقاتلك. سمعتيني كما قلت لي اجي تشوفي امك المسخوطه. صافي ولا بالك الراجل بحال عمرك مشي النعمه الله يحفظ دار السلامه طيحتي الدل الله يعطيك مصايبك. انا نوريك اسمعي انت نقول لك حاجه اش كلمات النعمه راه انا اللي كنت عاطيها ليكم بقاكم دابا كتموتوا بالجوع. وماما اختي انا ما قلتش لها تفكر فيا ما تبقاش تفكر فيا ما غاديش تبقى تمرض. وانتي يا حسارمي راني اختك الكبيره ولا غادي نجي لك صدام ضرب لك شي دريشه تما وزوينه هادي ادينا ما يدير بالك الاخرى هي هي يد صرتها. اوف اخيرا ساليت الله واش نتيا صحاب الكلاس قطعتي الواد ونشفو رجليك؟ صافي غير قلتي تزوجتي صافي مابقا حتى واحد غيهضر معاك ولا حتى حاجه ما تابعك. انا لا سمعيني مزيان اش غنقول لك مسخوط الوالدي راه عمرو ما كيطفرو. جي راه امك غدا ولا بعد غدا غادا تموت سمعتيني؟ كما اللي صاحب الكلاس هذاك الراجل ديالك غادي ينفعك راه كيضحك عليك وكان بصح باغي كون ضرب عليك لا ماشي يداك راه تيسالي منك وغادي يلوحك بحال شي كلبه. ويجي جي الحمارة واش نتي نسيتي امك ونسيتي كلشي شحال سهرات عليك وشحال ربيتك وكبراتك وشحال تمحنت عليك في الاخر صافي دابا يبان لك الراجل ما بقى كيبان لك حتى شي حاجه من غيره ايوا راه كيضحك عليك حميد. سمع سمع نقول لك واحد الحاجه ومن بعد غادي نبلوكيك حيت ما عندي ما ندير بيك. اختي الا كان مكتب لي الموت وماما كان مكتب ليها تموت اش بغيتي اختي انا ندير معجزه انا غادي نوقفها؟ اختي وانا مالك واش شي سخاك فيه وشي حاسداني حيت انا تزوج وحيت انت بقيت باره عند امك سيرتي خدمو سيرتي تزوجي واش بغيتي نبقى انا بالك حدا ماما نبقى نزرد ليها الفلوس فيك الدفع فيك الدفع سير خدمي على سير اختي بعدا ملي بلوكيك انايا. يا الله يا الله سيري دابا ولا عرابي زيني فرحي وي نوضي نوضي تسرحي عجو الاخر نوضي في النعاس في النعاس دارت ثلاثة هذي اش باقي شي نعاس بدل ثلاثة ديال العشية اوه اتكيتها باش كنت كنتفرج شداتني عيني نوضي نوضي راه بغاتك مراتي الاولى بغاتك تعاونها في الشقة في الدار راه جايين عندها شي ناس شنو؟ اشنو؟
غتفش عاونا جير عندنا نسالنا شنو انا مشي نشقى على مرتك الاولى وراه اللي خاصك تجيبها تشقى عليا ماشي انا اللي نمشي نشقى عليها وزيد انا راه عندنا جوج ديال البنات تبارك الله شنو هو انت كتقارني راسك بمراتي الاولى مراتي الاولى راه جات بعزها ووالديها قابلين ووالديها بغاو يزوجوها ليا واليوم جايين عندي تعشاو عندي يعني بزز منك غتمشي غتعاونيها وزيدون هي والديها راه داير لها الشال ماشي بحالك انتيا امك اختك بلا ما خليني ساكت عقول شي حاجه غتبرد في خاطرك ياك عبد الغفور نسيتي عند الباب شنو قلتي ليا قلتي لي الحب كيبغي التضحيات انا درت هادشي كامل حيت ضحيت على قبلك وعاودتك المشكل بين بابا وماما انت ضحيتي ولكن امك ما بغاش تضحي امك ما بغاش تضحي يعني دابا غتمشي تعاونيني وغتمشي عند مراتي غتوقفي معاها تمشي والدها ونرجع في حالاتك دابا شنو غتمشي ولا لا واش بغيتي تضحك دابا غتمشي ولا لا صافي واخا انا غادي نمشي يلا نوضي جمعي حويجاتك اه ما تقلقش ونوضي ما كانت كي دايرين تفو ايه تمارا بزاف زيدي اجي لهنا طلق مني مالو طلق منك واش عارف راسك شنو درتي واش عارف هذيك الشوه اللي شوهتيني واش عارف هذيك الفضيحه كامله اللي درتي ليا قدام نسابي واللي سوا اللي ما يسواش ها ولكن اليوم غادي نتفاهم معاك عاد شنو هو اليوم انا بيا ولا بينا مالي انا شنو درت علاش كتغوت عليا واش تصدتي ولا مالك مالي اشنو فيا اللي قلت بلي انا مرتي قدام بزاف كل حد انت ما غاديش فيا مالي شنو فيها نسابي ما عارفينيش راني مزوج بك نسابي شوهتيني معاهم اليوم هاد الهضره بيني وبين مراتي وانتي ولا كلشي عارفه ولا جبرت بلي صداع سمعي اش غادي نقول لك انا الله يرحمك الوالدين الله يرحمك الوالدين كيما تلاقينا غادي نتفارقوا واش تصدت كيفاش انا مصدق انا ما عنديش عقل انا حمق واش انت ما كتبغينيش انا الضغط ولا شنو قلت لك انا كنبغيك شنو قلت لك انا كنحملك اصلا وفين غادي نمشي عند الله غادي نمشي دبري راسك سير على ديك مو اصاحبي اسمح لي الله يعطيك الستر ما غاديش نسمح لك وسيري بعدي مني انا ما غاديش نخرج من داري وسيري ولا عندك شي ورقه اجي ديك لاري بيا بيها ناخذ التليفون يا سيدي ما غاديش نسمح لك ولا عندك شي ورقه سيري دير محكمه سيري بحالات يدو فيزا دو فيزا تزوجها بيه مرات باش